Ah, foi um momento. لا السلام عليكم، معكم ريد فوكس. اليوم جايب لكم مقطع جديد. طبعا المقطع اليوم اكلات فوكس الحلقة الثانية اللي سهرت عليها سنة كاملة، توني صاحي من النوم زي الحلقة اللي طافت. فاليوم انا راح اسوي بيتزا، اول مرة بحياتي اسوي بيتزا، فا شلون راح تكون؟ فابي اوصل 20,000 لايك اذا تبون اواصل بالسلسلة هذه، بس يعني خلونا نروح للطبخة. ليتس جو. يلا الحين نوريكم المقادير. اول شيء نوريكم مقادير البيتزا، بعدين نوريكم مقادير الصلصة. يلا نوريكم مقادير البيتزا. عندنا الطحين عشان نعجن هذي، طماط، بصل، سميد او ما ادري شنو هذا حق البيتزا، عندك مشروم او فطر وبروكلي. في هذا جبن، جبن هذا نوع ثاني. الحين نروح على الصلصة. انت الحين خلاص خلينا البيتزا، الحين صلصة. عندنا هذا فلفل، ما ادري شنو صلصة باستا، المهم مجن طماط، كاتشب، اوريجانو، صح اوريجانو، ملح وفلفل، بابريكا، وهذا ما ادري حق روستد جارليك، المهم شو اسمه، شيء حق ثوم، وهذا ثوم وزنجبيل وايضا ثوم. فالحين خلونا نسوي اول شيء الصلصة، بعدين نسوي البيتزا. انا البيتزا اخر شيء، البيتزا بستعجنها ونحطها، بس الصلصة راح نسويها هناك. فات جو، اول شيء نجيب هذا، اول شيء نحط الزيت بمقدار بسيط، ما ادري كم، بس المهم نجيب الثوم هذا شوية منه. اوكي، ها شوية وايد، لا لا شوية، لا هيك نجيب هذا كله. هل احمسي شويه، احمسه خليه ينحمس البصل والثوم والفلفل والهذا. مع انه انا بس حطيت ثوم وزنجبيل لازم ينحمس. اوكي، او تقدر تحط زيت عادي اذا ما عندك يعني زيت زيتون عادي. اوكي، بعدين نسيت شنو بعدين، بعدين نحط طماطم اول شيء، بعدين حتى لو كان قليل عادي راح نكثره شوي، نحمسه مع الثوم والخرابيط هذه، خليه يحمس شوية يحمس. اوكي، بعدين نجيب الكاتشب، نحط الكاتشب شوية عشان يعطي حلاوة. فلفل تبي كثير، هذا مو فلفل فلفل بس انه يعطي طعم شوية. بعدين ايش تسوي؟ جيب بهارات، هذا من البهارات شوية تعطي شوية لمسة شوية خفيفة. اوكي، ما تنسى تخلط، لان اشوف الحين اعصب عليك الحراره لانه صار صار شوي. بعدين هذا شويه شويه، هذا لحظه رجع هذا شيء، لا راح اخذ طعم المر، شويه ثوم، شوية ملح وفلفل. الحين لازم نسوي جبن نبشره، لان انا ما بشرته، ومو كل الجبنة بس كمية بسيطة. شلون نبشره الحين؟ نبشر 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 نبشر. ونوعين جبن، مو نوع واحد، النوع الثاني، النوع الثاني اسمه ارمسترونج. ارمسترونج راح نسوي هذا الشكل، شوف خفيف، طريقة بسيطة، اذا تبي اكثر تقدر، شوف سهلة بهذا الشكل. يكون عندنا خليط تحت الابيض اللي هو موزاريلا، والفوق تشيدر تشيز. صار حر، كان الحين نبدا بالهذي. بسم الله، ناخذ شويه طحين، اعطيها حركه هذه. اوكي، ناخذ شويه طحين ثاني. ترى والله ولا مره سويت بيتزا، ما ادري ايش قاعد اسوي. شكله انه صار المطبخ حوسه، شكله انه امي راح تعالى. ناخذ بيتزا. اوكي، نسوي بهذا الشكل. اوكي، نجيب شوية طحين زيادة. اوكي، نسوي هذا الشكل. طبعا انا خبير بالبيت ايش قبل. تعجن 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 تعجن، انتقل هذا الجهة الثانية. تعجن تعجن تعجن. سهلة يعني ما يبي لها أي خبرة، يعني أنا أول مرة سويت بيتزا بس عادي، يعني اللي بيعلمه يعلم عادي.
قلبها جهة ثانية. وتبي تسويها في طريقة ثانية اللي هي هذه، تحاول تمدد الأطراف. الحين حاول تسويها بشكل دائري. يبي لها طحين شوي بعد زيادة، أنا قاعد تلصق، لازم طحين عشان ما تلصق مع بعضها. والعجينة ما أدري شلون يسوونها، بس أنا اللي علي بس التطبيق، ما علي بالمقادير. سوي البيتزا عندي المقادير كافي، ما أسوي العجينة. شوفون هالطرف هذا، هذا يبي له شوي. نحط سميد هذا الشكل على شكل خفيف، لأن هذا البيتزا تعرفون البيتزا الإيطالية إيطاليانو ريت فوكسينيونو. فبس الحين هذا الشكل، الحين هذا خاص ما له استعمال. أوكي، نجيب العجينة اللي سويتها قبل شوي نفردها. الفرد يبي له حركة. هذا بعد حتى على الطبقة هذه مو لازم إن تكون دائرية يعني. أنا بسوي على أطراف جبن. أوكي، أخذ شوية جبن أحطه على هذا الشكل. أوكي، جبن ثانية. صديق قبل شوي سويناها. طب المشكلة إنها هي خفيفة من تحت، فلو حطينا الصلصة راح تدخل داخل الأماكن الخفيفة. فأنا صراحة ما أدري شنو راح أسوي، لكن بما إني عندي فرشة ناخذ شوي منها أحط هذا الشكل. شوف، حط الصلصة، شوف الصلصة مضبوطة تخينة وحلوة. وانا انت بتحط على الاطراف الثانيه هذه، هي تحط بس على الاطراف هذه راح تكون جبن في بعضها، ف راح تسوي بهذا الشكل. اوكي، جيب اول شيء البصل. البصل لازم اول شيء البصل، تحط البصل على الكميه اللي انت تحبها. حط بروكلي الباقي. اوكي، نحط بعد زياده. وحطيت زيت زيتون شويه وحطيتها على الاطراف لان راح تسويها كرنشي شوي. فبعدين راح نحط مشروم. مشروم اهم شيء، المشروم راح نكثر منه بعد. في شيء ثاني، اذا تبي تحط مشروم فوق البيتزا بعد ما تحط الجبن هم يكون حلو. حط طماطم بعد، انا تخبص الحين بس حطه خبص، انا ما بحط كثير عشان ما تصير خضره وما تصير بيتزا. الحين نجيب الجبن. اوكي، هذا لازم تعطيها شوي 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 شوي. نقدر نخلطها اذا تبي، بس انا راح اسويها بهذا الشكل. اوكي، الحين شو اسوي؟ نسيت شيء، نجيب اوريجانو، لان الاوريجانو حلو مع البيتزا. نشوف هذا شكله شوي. نحطه بالفرن، راح نرجع لكم بعد ما نحطه بالفرن. هذه البيتزا خلصناها بالجبن، جميلة ولطيفة وحلوة. الحين نقصها بطريقة سلسة ومضبوطة. مشكلة كريسبي. الله، شوف حتى طاحت، بس يلا عادي. شوف 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 شوفوا، روعة. هذا الشكل يا عيال، هذه هي البيتزا اللي سويتها قبل شوي. شوف شلون حلوة وجميلة، بس مشكلتها خفيفة، لازم تمسكها بطريقة حلوة فما تقدر تمسكها بيد واحدة. فإذا عجبكم لا تنسون لايك، وهذه طبختي الثانية. فبس نشوفكم على خير مقطع ثاني، يلا مع السلامة. بعد عناء طويل في خبز هذه البيتزا، قرر ريد فوكس أنه يخبز ويعجن هذا الشيء. بالمناسبة يعني تعبت على المقطع، يعني شقيت نفسي شق حتى بالتصوير بالاشياء هذه، فقررت اني يعني احاول اسولف معاكم باخر المقطع. ليش ريد فوكس؟ اللي بخلي المقطع 10 دقائق، اصير صريح معاكم يعني. فا يعني ودي اسولف معاكم واقول لكم شلونكم، عساكم بخير. شو رايكم بالفيديو هذا؟ تعبت عليه والله يعني. اكتبوا لي بالكومنتات، ضبطوني يعني، ترى امي راح تقرا الكومنتات وكذا، فضبطونا بالكومنتات شوي. وبس يعني نخليكم مع الصور اللي تعبت عليها بالحر الشديد، لان صيف عندنا. ومشكلة باقي دقيقة و15 ثانية بس، عادي يعني انتم راح تشوفون صور تستانسون. فيعطيكم العافية على التفاعل بالفيديو هذا، مع اني ما شفت التفاعل للحين، بس يعطيكم العافية مقدما. كان معاكم ريد فوكس، ان شاء الله تعجبكم البيتزا. وصوروا لي اذا سويتوها يعني، صوروا لي هذا التعويضات، مو تعويضاتكم، شو يسمونها؟ تطبيقاتكم لي بتويتر او انستغرام او اي مكان، والله راح استانس صراحة لو طبقتوها. بس يلا، مع السلامة.